الراحه. ده اول حاجه عايزه اقول لك انه فعلا الثبات هتحس بالعضله بتشتغل. هي ممكن تبان سهله لكن هي مش سهله خالص. هما لما هيجربوها هيعرفوا ان هي مش سهله بالظبط. يا ريت تجربوها. وعطوا لنا الفيدباك بتاعكم او رايكم عن التمرين دوت على ريفايف وعلى قناه صدى البلد برضه صباح البلد نقدر نرد على الاسئله ديت. التمرين الثاني هنعمل تمرين البوش ابس. البوش ابس عندنا اللي احنا بنعمله العادي اللي هو الضغط. ايوه بننزل على الارض. المره دي بقى هننزل ومش هنطلع. اوكي. انت عارف ان انا ما بحبش التمرين ده صح؟ هنزل هنا. فرح اشطر حاجه فيها التمرين ده. هنزل واثبت. خمس ثواني بلاش بلاش 10 يا فرح. بص ثانيتين هطلع فوق شويه. ايوه. هنزل وسط تحت سنه. ثانيتين كمان. ثانيه ونص. نريح. يا ربي. هنحاول نبدا ممكن نبدا خمس ثواني بس وبعد كده نبدا نزود شويه بشويه. التمرين بس كويس والله. التمرين سهل جدا ماشي مش عايزه صح. يعني وكلكم ممكن تعملوه في البيت. ده 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 وشها بقى لون اللبس اللي هي لابساه خلاص. طيب ثالث تمرين هيبقى للشولدرز. تمام. للكتف. هنحاول نمسك معانا ممكن ازازتين ميه لو ما عندناش اوزان. فرح هندور على اصغر حاجه. اهي كاتب البينك. انا بختارهم بالالوان انت صح عارف. صح مش مش بالوزن يعني اللي هم اصغر اثنين موجودين عندنا. نبدا هنا. اوكي. وهطلع بايديا الاثنين جنبي هنا لاترال ريز عشان امرن العضله الجانبيه بتاعت الكتف. طيب كوتش الوقفه انا واقفه كده صح؟ نفس الوقفه بتاعتي بالظبط. نفس الوقفه. أوكي. ايوه تمام. يلا جو. خليني انا اقف. وحسبت. طول ما انا ثابت انا طول ما انا ثابت عايز صدري فوق بطني مشدوده ركبتي عايزه تبقى متنيه تانيه صغيره عشان احمل اكتر على العضله مش على المفصل نفسه. طب هل انا معاكي اهو مفروض على الاخر انا بشاركك اهو. تمام. بس انا ايدي ما تبقاش مفروده كده. انا عايز ايديا ما تبقاش مفروده 100% اعمل لوك واعمل لود على على المفصل بتاع الكوع. هاتني ايدي تانيه صغيره جدا. 30 ثانيه ثلاث مرات. يعني الموضوع هيبقى شكله سهل زي ما فرح ما بتقول بس شكله زي ما شايفين وش فرح بالظبط كده باين عليه مدى صعوبه التمرين. التمرين اللي بعده بتاع البايسبس لعضلات الدراعين. هطلع هنا وحسبت 30 ثانيه. مهم عندي هنا ولا للاخر؟ مهم عندي زي ما فرح ما بتقول كده ان انا بطلع من هنا لحد 90 درجه. تمام. اوكي. مش عايز كوعي ورا ولا قدام. عايز كوعي جنبي بالظبط. تمام. وبطننا طبعا شادين بطننا مشدوده. لا كملي انت اشرحي الباقي خلاص انا مش هقول يعني الحاجات دي تاني يا جماعه. بصوا لا خلاص مش لازم. دي مثلا ايه مجموعه من التمرينات المهمه قوي في الايزومتريك كونتراكشن اللي بتخليها نعرف نحس بعضلاتنا من غير ما نبدا نتحرك. من غير ما يبقى في حركه بتزود القوه العضليه جدا. لا وانا شايفه انه انا يعني انت بايسبس كبر عندي يعني انت حاسس شفت. لا غير كده انه يعني في حرق دهون. الموضوع مش بس عضلات. يعني عايزه تقولي ان انت عرقتي وتعبتي. عرقت يعني وخسيت. وخسيت النهارده بس. هو فعلا التمرين فعلا بيحرق كالوريز كتيره لان هو تمرين متعب على عكس ما انتم شايفين ان هو شكله سهل كده. طبعا هو ده اللي تجربوه. ده اللي يهم كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي خصوصا سيدات البيوت. اتمرنوا وعايزه اقول لكم صباح النشاط وصباح الفل. ميرسي يا كوتش. صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح.